بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى المرسلين. اليوم تشرفنا كثير جدا بزيارة أستاذ أصال الرئيس بالنسبة لمستشفى الملك خالد. هذه زيارة يعني أضافت لنا الكثير صراحة، وأعطتنا فرصة لمناقشة أمور متعلقة بمستشفى الملك فيصل تخصصي، طب الجوانب المختلفة يعني في هذا المجال، وفيها تفاكر بالنسبة للجوانب السلبية والجوانب الإيجابية. وفعلا يعني كان مردودها كبير جدا بالنسبة لنا، وهناك بعض الملاحظات يعني بالنسبة لمستشفى الملك خالد بما يختص بمستشفى الملك فيصل التخصصي مؤخرا، يعني اتضح انه احصائياتنا وفعالياتنا اللي ترتبط بالتخصصي بدأت تقل بدرجة كثيرة جدا مقارنة بالسنين الماضية، وهذه مردها لمشاكل متعددة لكنها يعني أساسها عدم توثيقنا أو عدم إحصاء وضع إحصائيات بالنسبة للنشاطات. فالنشاطات المستشفى الملك فيصل التخصصي في مستشفى الملك خالد الحمد لله مستمرة، و التناقص اللي حدث ما هو تناقص فعلي حقيقي يعني، انما عدم رفع احصائيات بالنسبه لاداء مستشفى الملك خالد فيما يختص بالتخصص. و بالنسبه للملاحظات السلبيه او السالبه يعني ايضا تم طرحها ومناقشتها، و ان شاء الله سوف نرفع تقرير مفصل عنها ووضع يعني حلول جذريه بالنسبه لها وانطلاق للامام في مجال التعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي.